هاريس دخلت التاريخ عندما تمت تسميتها نائبة رئيس لبايدن، فهي أول امرأة من العرق الأسود كما من أصول هندية يتم ترشيحها لهذا المنصب من قبل أحد الحزبين الحاكمين. لكن قبل دخول السباق الرئاسي عرفت كامالا لسجلها الطويل كمدعية عامة، وهي مسيرة سلطت هاريس الضوء عليها عندما ترشحت للرئاسة في العام 2019. خلال عملها كمدعية عامة اختارت هاريس وصف نفسها على أنها مدعية تقدمية، أي أنها صارمة في مكافحة الجرائم، لكن في الوقت نفسه تعترف بأن النظام القضائي في أمريكا ليس عادلاً تجاه الأقليات، خصوصاً وأنها، أي هاريس، تنتمي إلى تلك الأقليات. For too long, we've asked these very simplistic questions about criminal justice policy that offer only two choices. You know, either you're soft on crime or you're tough on crime. And instead, I suggest we should be smart on crime. أصبحت هاريس سيناتور عام 2016، إلا أنه في حال فوز جو بايدن ووصولها إلى البيت الأبيض بمنصب نائبته، عليها الاستقالة من مجلس الشيوخ لعدم تضارب المصالح. وعن اختيارها نائبة رئيس لبايدن، فهو قرار فاجأ الديمقراطيين كما الجمهوريين، إذ أنها وخلال الانتخابات التمهيدية حين كانت منافسة له وجهت له أشرس انتقادات من بين جميع المنافسين، لكن اختيار بايدن لها دليل بأن اختلاف آرائهما ليس عائقاً أمام عملهما سوياً في الإدارة.